بسواعد المجتمع ككل انطلقت حملة حياتهم غالية لدعم الصحة النفسية لذوي الإعاقة من أثار تداعيات أزمة الوباء من خلال عدة منصات، أولها تقديم المعاقل الخدمة عبر منصة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. احنا بالنسبة لنا طبعا راح يقدم الشخص على منصاتنا هذه المعلومات بخصوص هذا الشخص اللي محتاج خدمة معينة، راح تروح لفريق متخصص حيقوم بتوزيعها على جهات مختلفة مساهمة معنا، سواء جهات خاصة أو جهات جمعيات نفع عام أو حتى لو جهات حكومية، تقوم بإعداد خطة فردية لهذا الشخص، وبعد أسبوعين تقيم التجربة هذه. أما المنصة الثانية والثالثة فهي تعنى بالمساهمات المجتمعية والتطوع. أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبر موقعها رابط المساهمة المجتمعية، إن كنت متطوعا مختصا في تقديم خدمات ذوي الإعاقة تفضل إلى موقع التطوع عن طريق رابط الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وإن كنت راغبا في المساهمة المادية سواء كنتم جهة أو أفراد أيضا الرابط الآن مفتوح عبر موقع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. ومن خلال وجودنا انطلقت منصة المساهمات، فقد وصلت التبرعات إلى أكثر من 74,000، كان النصيب الأكبر من جمعية خيرية، وما زالت الشاشة تحصد الأرقام. وإحنا في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ساهمنا بمبلغ 50,000 دينار كويتي لهذه الحملة، إيمانا منا بأهمية هذا الدور المهم في دعم النفسي لذوي الإعاقة، خاصة بعد فيروس كورونا وآثاره السلبية والنفسية على إخواننا من ذوي الإعاقة. في نهاية الانطلاق للمنصات الثلاثة تم تكريم الجهات المساهمة والفرق التطوعية، مما يهدف إلى تطوير الشراكات التي تسهم في دعم الجهود الإنسانية لا سيما فئة ذوي الإعاقة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.